بس انا احنا الاثنين جسد واحد، فاتفاقاتنا وقراراتنا تبقى مع بعض. اوعوا تاخدوا قرارات قدام اهاليكم. ليه؟ نستفيد بخبراتهم. اول ما تناقش اي مشكله قدامهم هتلاقيهم اوتوماتيك بيعملوا ايه؟ يخش. وطبيعي ممكن تدخلهم ما يرضيش مين؟ الزوجه، او ما يرضيش مين؟ الزوج، او مش مقدرين ظروفكم. سؤال، تعالوا كده نشوف جزئيه صغيره. هل المفروض بابا وماما يعرفوا داخلين ايه؟ طب لو سالوا نجاوب باحترام، نجاوب باحترام، نشكر ربنا، مستوره، الحمد لله، احنا كويسين جدا جدا. طب ليه ما نقولش؟ مش بابا عاوز افهمه انه جاب عنتر، فانا عاوز افهمه ان ابنه كسيب يعني. سؤال، ابوك لما اتجوز ماما كان مرتبه 30-40 جنيه، ده كبيره 30-40 جنيه، انا جوزت 58 جنيه. اوكي، فطبيعه الحال لما يجي تقول له مرتبه 12,000، طب اشتريت بيت يا ابني ولا اشتريت بيت ايه؟ هو ايوه صدقوني انا جدي اشترى بيت في شبرا، شبرا مصر مش شبرا القيمه، شبرا مصر ب 58 جنيه، والاتنين جنيه وشال مش عارف ايه ونظف ايه باتنين جنيه نظف الباقي. قال لي كله على بعضه كده قفل 2 جنيه. طبعا باع بعد 45 سنة، بعد 45 سنة باع بمليون جنيه. فاهمين القصة ايه؟ لا طبعا. فهو معتقد ان 12,000 ده انت مفروض ايه تحوش وتجيب، وما عرفوش ان دول يعني بالعافية يعني